في التجهيز للمستشفيات والإيرادات العزل في الأيام الأخيرة بمادة الأكسجين جزء من المعاناة التي يعيشها الكادر الطبي والأهالي في محافظة المثنى نتيجة لعدم توفير التيار الكهربائي المستمر للمعمل الوحيد الذي يعاني من نقص الطاقة، مما يعرضه للتوقف والذي يكمن حله بربط المعمل على الخط الحرج لتوفير الاحتياج الفعلي للأكسجين. الكهرباء عندنا يقول احنا صير تربات، عندنا عمليات التريب خارجة عن إرادتنا. من استلمت عمليات المراقبة والمتابعة من المحافظ رسميا، بدينا عمليات مثل ما شاهد جنابكم أمس، وفرنا الأكسجين يوم كامل عملية استمرت، جهزنا 120، جهزنا 60، جهزنا 30، بس هماكو عملية تنظيمية خطأ بالمستشفى، إنه المرافق ما المريض جاي ينزل لجوه وجاي ياخذ القناني حرصا منه على المريض، وهاي عملية مو صحيحة. بالانقطاع مال الكهرباء اكو سيفتيات موجوده بداخل المعمل، تمام، هي اللي تخرج الضغوط وتخرج السوائل اللي موجوده والاكسجين اللي مجمعينه داخل المعمل. هاي العمليه من ترجع الكهرباء يحتاج لها على القليل 3 ساعات يلا يبدا عندي خط الانتاج يشتغل ثاني مره. معنيون دعوا الى اهميه انشاء معامل بديله لتوفير ماده ضروريه في انقاذ حياه الناس، لا سيما مع تزايد اعداد الاصابات والتي وصلت الى اكثر من 2000 إصابة. نطالب انه حلول الترقيعيه هاي الى متى، يعني نطالب انه وجود اكثر من معمل خصوصا في المستشفى، معمل خاص بالمستشفى، نطالب انه المستثمرين ان يدعمون عمل وجهود اداره الصحه وجهود الكوادر بانشاء معامل اكسجين. وكان للجهد الطوعي دور كبير في تامين قناني الاكسجين والبقاء حتى ساعات متاخره من اجل سد النقص الحاصل في عدد من المستشفيات. ويؤكد معنون أهمية توفير مادة الأكسجين لما لها من أهمية كبيرة في إنقاذ حياة المرضى، لا سيما في جائحة كورونا، وسط مطالبات بافتتاح معامل أخرى لسد الحاجة الفعلية للمحافظة. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى.